الشوط معلن حضور الفلاحي مع القيادة والصدارة. من يقدم الحذر؟ سيف بن عيسى بن مطر الفلاحي في مقدمة هذا الشوط يتواجد على المركز الأول، يلي مباشرة مع المركز الثاني، يتقدم مشاهدين الكرام في ثاني المراكز أرى الجنوبي جابر بن عبيد بن سعيد بن رشدان من يقدم لنا الجنوبي. انتقل مباشرة إلى المركز الثالث أرى الواصل والمنطلق في هذه اللحظات والجاهين محمد بن راشد. محمد بن راشد مشاهدين الكرام بن حريحر المزروعي من يقدم لنا والشاهين مع المركز الثالث رابع المراكز اللي وصل في هذه اللحظات مصيحان. أحمد بن عيسى بن مطر الفلاحي من يقدم لنا مصيحان والحذر في هذا الشوط. العودة مع المركز الخامس من يصل في هذه اللحظات مشاهدين الكرام ينطلق هملول سهيل بن عبد الله بن دحب العامري يقدم لنا هملول. نقلة مباشرة مع المركز السادس من الجانب الآخر اللي وصل في هذه اللحظات وانطلق أرى اللي هو مشاهدين الكرام الواصل والمنطلق سلهود سالم بن سعيد بن حميد الكتبي من يقدم لنا سلهود. سابع المراكز وصل سراب سعيد بن غدير بن سعيد بن لويه الدرعي مع المركز السابع. المركز الثامن يتقدم مشاهدينا الكرام للطام خليفة بن حمد بن حميد بن عي الشامسي من يقدم للطام مع المركز الثامن. تاسع المراكز الوصول والقدوم من سراب خميس بن سالم بن علي بن مصبح القايدي من يقدم هذا الاسم. أما اللي في المركز العاشر وختام ندائنا الأول هملول هنا هملول للملكية عبيد بن سعيد بن محمد المهيري. هكذا النداء للعشر المراكز المتقدمة لشوطنا الأول الرئيسي الذي خصص للقعدان الثنايا ومسافتنا هي 8 كيلومتر. مع هذه الأجواء الضبابية نعود إلى المقدمة نعود إلى المركز الأول في مقدمة الشوط وعلى الصدارة يا سلام المقدمة والبداية. الحذر سيف بن عيسى بن مطر الفلاحي مع الحذر مع البداية والمقدمة. المركز الثاني مصيحان أحمد بن عيسى بن مطر الفلاحي من يتقدم مع المركز الثاني في هذا الشوط والانطلاق السلام. الحوار الثنائي ما بين شعار الفلاحي مع المركز الأول والثاني. المركز الثالث يتقدم مشاهدين الكرام وياتي سلهود سالم بن سعيد بن حميدي الكتبي مع المركز الثالث. أما المركز الثالث من بدأ يتسلل مشاهدينا الكرام يا سلام الجنوبي جابر بن عبيد بن سعيد بن رشدان غير مباشرة إلى المركز الثالث. المركز الرابع وصل الدرعي وصل سراب سعيد بن غدير بن سعيد بن لويه الدرعي يقدم سراب يغير مباشرة مع المركز الرابع. المركز الخامس الماتي والمنطلق هملول تعود الملكية سهيل بن عبد الله بن الدحبه العامري. ومن الجانب الآخر مع المركز السادس يا سلام يتقدم في هذه اللحظات ينطلق والجاهين محمد بن راشد بن حريح المزروعي من يقدم هذا الاسم. الواصل مع المركز السادس يا سلام. سابع المراكز وصل سلهود سالم بن سعيد بن حميدي الكتبي مع سلهود مع المركز السابع. المركز الثامن يتقدم للطام خليفة بن حمد بن عي بن حميد بن عيه الشامسي من يقدم لنا للطام. أما اللي في المركز الثامن يتقدم مشاهدين الكرام وياتي سراب خميس بن سالم بن علي بن مصبح القايدي من يقدم هذا الاسم. انتقل مباشرة إلى المركز التاسع لكي ناتي لحضراتكم بالعشر المراكز المتقدمة الواصل والمنطلق والمتقدم في هذه اللحظات. يصل الطاغي أول ذاع على الطاغي علي بن نايع بن محمد الكعبي مع المركز التاسع. وفي عاشر المراكز ينضم في هذه اللحظات وبران محمد بن سلطان بن علي بن طريش الكتبي وأول ذاع لوبران. الأسامي بدأت تظهر في هذا المسار والانطلاق. نعود إلى البداية بعدما أكملنا النداء للعشر المراكز المتقدمة نعود حيث البداية إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. يا سلام من يغير على الصدارة؟ إسراب إسراب غير إلى مقدمة
مقدمة الشوط. أعلن حضوره الدرعي أهالي القوع أهالي المصانع الجنوب قادمين بكل قوة للمشاركة مشاهدينا الكرام في هذا المحفل وفي هذا المهرجان. ونسراب سعيد بن غدير بن سعيد بن لويه الدرعي مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول يسيطر في هذا المسار. المركز الثاني هنا ينطلق اللي هو الحذر سيف بن عيسى بن مطر الفلاحي مع المركز الثاني. المركز الثالث يتقدم مشاهدينا الكرام وياتي الجنوبي جابر بن عبيد بن سعيد بن رشدان من يقدم الجنوبي مع المركز الثالث في هذه اللحظات. رابع المراكز يصل مصيحان أحمد بن عيسى بن مطر الفلاحي من يقدم مصيحان مع المركز الرابع. المركز الخامس وصل هنا وانطلق والجاهين محمد بن راشد بن حريحر المزروعي يا سلام هنا قادم في هذه اللحظات يتقدم مع المركز الخامس. المركز السادس وصل هملول سهيل بن عبد الله بن الدحبة العامري مع المركز الخامس وفي هذه اللحظات مع سادس المراكز. سابع المراكز وصل هنا وانطلق للطام خليفة بن حمد بن حميد بن عيه الشامسي يغير مباشرة مع المركز السادس. أما اللي في المركز السابع ياتي اللي هو سلهود سالم بن سعيد بن حميدي الكتبي مع المركز السابع. انتقل مباشرة إلى المركز الثامن ومن غير إلى السابع إسراب يا سلام خميس بن سالم بن علي بن مصبح القايدي من يقدم هذا الاسم والشعار يغير من مركز إلى مركز. الواصل المنطلق الطاغي علي بن نايع بن محمد الكعبي يا سلام الكل بدأ ينطلق الكل بدأ يتقدم. أرى الوصول هنا من السهم أول إذا على السهم ومرحبا بالسهم سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي ومرحبا بالصعب في هذا الصباح. الوصول والقدوم والتقدم من مشكور غلام بن موسى بن أحمد البلوشي. هكذا النداء مشاهدين الكرام للمرة الثالثة للعشر المراكز المتقدمة. مسافتنا هي 8 كيلومتر. هنا الانطلاق لهذا الشوط شوط الأول لا قبل شوط القعدان إلا هذا الشوط الشوط الرئيسي. المقدمة والصدارة إسراب مع مقدمة الشوط إسراب مع البداية تعود الملكية لسعيد بن غدير بن سعيد بن لويه الدرعي مع مقدمة الشوط ما زال مسيطر مع البداية معلن حضوره بهذا المسار في المقدمة والبداية مع المركز الأول سعيد بن غدير بن سعيد بن لويه الدرعي مع مقدمة الشوط. المركز الثاني مصيحان أحمد بن عيسى بن مطر الفلاحي مع المركز الثاني. المركز الثالث يصل للطام خليفة بن حمد بن حميد بن عيه الشامسي انضم إلى المركز الثالث. المركز الرابع المنطلق مشاهدي الكرام والآتي في هذه اللحظات أرى والشاهين محمد بن راشد بن حريحر المزروعي من يقدم لنا هذا الاسم ينطلق مع المركز الرابع. المركز الخامس الجنوبي لجابر بن عبيد بن سعيد بن رشدان بدأت الأسامي تظهر بدأ الانطلاق يبدو. السهم السهم وصل السهم اذعناه مع المركز التاسع مباشرة إلى المركز السادس. تعود الملكية للصعب سلطان بن مطر بن مرخان من يقدم لنا هذا الشعار وهذا الاسم. وين موقعنا يا عبد الله الوهيبي في هذا الشوط يا سلام الكل ينطلق هنا الكل يتقدم طموحهم الفوز والناموس والانتصار طعمه غير في هذا المهرجان وفي هذا المحفل. وصل مشاهدينا الكرام وتقدم الطاغي علي بن نايع بن محمد الكعبي من يقدم لنا هذا الاسم. الكل بدأ ينطلق الواصل صوغان سالم بن علي بن سليم الكتبي ما يبنى للطاري إلا في هذه اللحظات. نعود يا الصدارة نعود مع المقدمة إلى البداية إلى المركز الأول إلى سراب في مقدمة هذا الشوط مع المركز الأول مع المسار الأول مع الانطلاق الأول. إسراب مع مقدمة الشوط سعيد بن غدير بن سعيد بن لويهي الدرعي مع مقدمة الشوط ما زال مسيطر ما زال محافظ على الصدارة وعلى المركز الأول. يا سلام على مقدمة هذا الشوط ينطلق بكل قوة ينطلق بكل جدارة. المركز الثاني ينطلق هنا السهم السهم وصل سلطان بن مطر بن مرخان ينضم مع المركز الثاني. المركز الثالث ياتي لغلطام لخليفة بن
بن حمد بن حميد بن عي الشامسي، الأسامي بدأت تظهر، وصل مصيحان أحمد بن عيسى بن مطر الفلاحي. يا سلام، الكل هنا حاضر بقوة من أجل الفوز والسيارة والناموس والانتصار، طعمه غير في هذا الشوط. يا سلام، وفي هذا المهرجان شوطنا الأول، نعود إلى البداية، نعود إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول. يا سلام، هنا الانطلاق الأول، المسار الأول، المقدمة سراب سراب، ولكن هنا السهم وصل، وصل السهم، انطلق السهم. يا سلام، إلى مقدمة الشوط، غادر غادر السهم إلى المركز الأول. مرغم مرغم، أهالي مرغم، من يحضرون في هذا الصباح يغادر بالناموس، بالفوز، بالانتصار. المركز الثاني مصيحان أحمد بن عيسى بن مطر الفلاحي، وصلوا أهالي الغربية قادمين بكل قوة، السهم دير البال الواصل، أم صيحان أم صيحان. يا سلام، بصيحات النداء للناموس للفلاح. يا سلام، ننتظر خط النهاية، وبالفعل غادر 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 الناموس غربي، الناموس لهالي الغربية، الناموس للفلاحي، الناموس لأحمد بن عيسى بن مطر الفلاحي. مشكور على هذا الإبداع والفوز. المركز الثاني السهم سلطان بن مطر بن مرخان. المركز الثالث كان من نصيب سراب سعيد بن غدية بن سعيد بن لوهي الدرعي. رابع المراكز وصل الطام خليفة بن حمد بن حميد بن عيه الشامسي. خامس المراكز كان شاهين عبيد بن هلال بن مبارك العفاري. نذهب للتوقيت الزمني مباشرة، والناموس يتجه في هذا الصباح لهالي الغربية. سعد الله صباحك يا ابو مطر على هذا الفوز والانتصار. مصيحان احمد بن عيسى بن مطر الفلاحي، 12 دقيقة 41 ثانية جزئين من الثاني. تهانينا والناموس على هذا الفوز لمالك مصيحان أحمد بن عيسى بن مطر الفلاحي. السهم قدم عرض، يشكر عليه ويشكر أيضا الصعب. 12 دقيقة 42 ثانية 3 من الأجزاء. تهانينا والناموس لمالك السهم سلطان بن مطر بن مرخان من قدم لنا السهم. أما المركز الثالث كان من نصيب سراب سعيد بن غدير بن سعيد الدرعي. 12 دقيقة مشاهدين الكرام، 12 دقيقة 43 ثانية 9 من الأجزاء. تهانينا والناموس لمالكه سراب سعيد بن غدير بن سعيد بن لوهي الدرعي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نتواصل مع حضراتكم مع تواصل هذه التحديات وهذه الأشواط، انطلاقة الشوط الرابع.